جالك عروض كتير جدا من أندية كبيرة جوه مصر وبره مصر، ليه ما بيحصلش يعني استمرارية لهذا الموضوع؟ لا، هو بيحصل استمراريه للعروض، لكن في الاول في الاخر انا كنت ملتزم بعقد مع نادي طلائع الجيش، ففي الاول في الاخر انتقالي لاي مكان هيبقى عن طريق النادي. فكان لما بتوصل عروض النادي كان يعني لحد ما الدنيا بتبقى صعبه شويه ان امشي، لان هم كان كلامهم ان انا بقى الفرقه محتاجه، وان انا يعني لازم ابقى موجود الفتره دي، وما ينفعش ان انت تمشي في الفتره دي. لكن حتة العروض بتبقى مقفولة، لا هي بتتقفل من عندنا بصراحة، من النادي كان بيرفض ان انا امشي. لكن يعني هي دي اخر سنة ليا، فاعتقد ان خلاص انت عقدك تقريبا بالفعل هيخلص كمان كام اسبوع تقريبا، هو انا وهتكون خلاص فين؟ شهر واحد اللي فات ده المفروض ان انا خلاص يحق لي ان انا اوقع على اي مكان. انت عايز فان تكون شاء فين؟ الله يعني، والله صدقيني لسه دلوقتي انا بالنسبه لي المكان اللي انا عايز اروحه مش يعني انا سايب الدنيا دلوقتي على ربنا، لان الفتره اللي احنا فيها دي ما تعرفش ممكن الخير يبقى فين. فانا مأجل كل حاجه لحد اخر السنه ان شاء الله، لحد كمان ما نطمن على وضع الفرقه السنه دي بتاعنا في الدوري، والدنيا تبقى تمام والفرقه تبقى في الامان، وبعد كده ان شاء الله الواحد يفكر ان الفتره الجايه او السنه الجايه هيبقى موجود فين. مين اقرب حد ليك في الفريق هنا؟ هو في كذا واحد، بس طبعا مهند لاشين وناصف واحمد سمير، ثلاثه مقربين ليا جدا يعني. مقربين بتتكلموا بقى في يعني بشكل كل حاجه بقى في كل حاجه يعني ساعات تخرجوا بره النادي كمان؟ طبعا، لا احنا الثلاثه يعني مقربين جدا في النادي وبره النادي كمان، يعني بنخرج مع بعض، بنخرج نتغدى نتعشى، يعني العلاقه بيننا مش ملعب بس، يعني احنا الثلاثه بالذات العلاقه بيننا مش ملعب بس. فيعتبر هم دول اقرب ثلاثه ليا في النادي يعني. من وجهه نظرك شايف ازاي مشاركه نادي الاهلي لكاس العالم للانديه المره الثانيه على التوالي؟ والله يعني النادي الاهلي يعني كل سنه بيثبت فعلا انه من اكبر، يمكن يعتبر اكبر نادي موجود في قاره افريقيا. انك توصل سنتين ورا بعض لكاس العالم الانديه، تاخد اثنين ورا بعض افريقيا، فده مش عمره ما كان صدفه، ولا عمره كان يعني ان انت مش مخطط لحاجه زي كده. لا يعني طول عمرنا عارفين ان النادي الاهلي دايما بيخطط وبيبقى عنده هدف بيشتغل عليه، وطبيعي طالما انت بتخطط وبتجتهد وبتعمل اسباب النجاح فاكيد ربنا يديك. ف يعني حاجه كويسه جدا لمصر اولا والافريقيا والنادي الاهلي ان هو يمثل مصر وافريقيا مرتين ورا بعض في كاس العالم، ونتمنى ان شاء الله ان تبقى الثالثه اللي جايه باذن الله، وان شاء الله ليه لا ما يبقاش بطل كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. علاقتك مع كابتن الشناوي وجنش في المنتخب تكون عامله ازاي؟ والله يعني كلهم اجوان محترمه واجوان كبيره، يمكن انا الشناوي كمان انا اتعاملت معاه هنا في نادي الجيش اول مره مشي فيها من النادي الاهلي، جالنا هنا النادي انا اتعاملت معاه. الشناوي من الشخصيات المحترمه جدا، من الاجوان الكبيره، فعلا طورت من نفسها جدا وبقى من اللجوان المصنفة في أفريقيا كمان. فالشناوي يعني من الشخصيات اللي انت تحبي تتعاملي معاها بره الملعب كمان. فالشناوي يعني اتمنى له طبعا التوفيق في الفترة اللي جاية. يمكن جنش من الشخصيات اللي تحبي ان انت تقعدي تتكلمي معاها تهزري معاها، شخصية مرحة جدا، شخصية طيبة جدا، محترم جدا. فالاثنين بصراحه من الاجوان المحترمه الكبيره كمان شخصيا واداء، ف يعني الواحد يعني مبسوط ان اتعرف على الشخصيات زي دي. طب لو هنختار من ثلاثه الافضل بالنسبه لك، ابو جبل ولا جنش ولا شناوي؟ يعني الفتره دي طبعا الشناوي. الشناوي وبعد كده ابو جبل. الفتره اللي احنا فيها دي الشناوي وبعد كده ابو جبل.